العراق بلد خارج المعايير، سياسة بيه متداخلة بالمهنية، وممكن التيارات السياسية تستخدم المدونين والكتاب لتسقيط أي مشروع يناقض أجندتها واللي هي مرتبطة بدولة أخرى. إيران اللي تتحكم بمضيق هرمز أكبر دولة في إنشاء الأنابيب، اليوم أنابيب النفط هي إيران، اليوم تحت الإنشاء 1900 كيلومتر، هي مدت خط أنبوب عبر باكستان أو أفغانستان، مع أنها لها القدرة على أن تصدر كل نفطها بحرا. يعني ماكو دولة اليوم بالعالم لها منفذ واحد لتصدير النفط، كل الدول، شوف السعودية، أخذ الإمارات، أخذ قطر، حتى إيران لديها عدة منافذ لتصدير النفط إلا العراق. الأرقام مثلاً، لماذا الأردن لا يتحمل كلفة الأنبوب المر عبر أراضي؟ هذا أنبوب عراقي، وهذا أنبوب عراقي، ملكيته عراقية، ما دام يمول من الموازنة العامة بأموال عراقية إذن هو ملكيته عراقية، خط الأنبوب وأي منشأة أخرى بما فيها الميناء النفطي المزمع طيب إقامته. الآن السعودية دا تحارب العراق مثلاً أو الأردن، يعني شنو مضار إنه العلاقات تكون طيبة ومصالح مشتركة مع الأردن؟ يعني وين الخلل؟ أو مع تركيا مثلاً أو مع سوريا أو ما إيران؟ يعني الخلل الموجود فقط مع إيران، إيران اللي تأخذ من العراق وما تنطيش للعراق. مثلاً دولة مثل الأردن، يا بس السعوديين اتهمتوها بأمور، يعني الأردن يعني بيش تتهموها مثلاً؟ لا هي مثلا اعتدت، ولا هي دزت مفجر، لا مسيرات، لا تفجيرات، لا صواريخ، لا اخترقت السيادة العراقية مثل ما البقية يسوون. فليش أنا دا أشيطن مثل ما تفضلت حضرتك دول عربية على أساس طائفي؟ وهذا إحنا دا ندبر على مصلحة العراق، إحنا كعراقيين نريد مصلحة العراق. نحن كشيعة أو جزء من الشيعة، ما نقول الشيعة، جزء من الشيعة وجزء من الوطن، من العراقي والعراقيين، مع الاستثمارات بأي مسمات باستثناء الخطوط الحمراء اللي هي الكيان الصهيوني، هذا ما عندنا مشكلة. نحن مع إخراج الاحتلال، ومن يريد الاستثمار أهلا وسهلا به، إن كان تركيا وإن كان أردنيا وإن كان سعوديا وإن كان أي مسمى، ما عندنا مشكلة تجاه الاستثمارات العالمية.